بسم الله الرحمن الرحيم، هنشرح خطوات ازاي ان انا انزل السيرفر او الداتابيز اللي اسمها بوستجريس. تمام، لو ضغطت كده اختار داونلودز، اريح حاجه تختار طبعا اسمها بوستجري اس كيو ال، بختار هنا داونلودز، بعدين تختار هنا ويندوز، وبعدين تختار داونلود ذا انستولر، وبعدين تختار الفيرجن 12، وبس تختار نسخه الايه الويندوز. تيجي تعمل داونلود الملف، فالملف هيبدأ يعمل له داونلود، هينزل لك في التنزيلات او في الداونلودز. خلاص يبدأ الملف ينزل عندك، لما بيخلص تقوم عامل دبل كليك عليه او مشغل الملف، تيجي تقول له يس. ده يعتبر سيرفر خاص تقدر تشتغل بيه، تنشئ عليه قواعد بيانات وتشتغل عليه اس كيو ال، بوستجري اس كيو ال. تمام، بيبدأ يسألك بعض الأسئلة. بتيجي تعمل داونلود اكيد بيسألك هتعمل داونلود للملف فين، بس في نقطة ما تنساهاش اللي هي الباسورد، ان انا هحتاجها بعد كده. هقول له نيكست نيكست، كله نيكست نيكست، هيقول لي هنا ايه برضو نيكست، تمام للاخير. والاخر بعد شوية هيجي يسألني على الباسورد، ان الباسورد هحتاجها بعد كده، اوعى تنساها ديت، حطها دايما 1 2 3 وخلاص. يبدأ يعمل انستول للسيرفر ونبدأ نشوف بعد كده. طبعا مازال بيعمل داونلود، قرب يخلص، وبعد كده هيبدأ يسألنا بعض الأسئلة هنشوفها مع بعض. بعد لما خلص، لما بتجيلك دي شيل علامة صح وقول له هنا فينش، هو كده نزل عندنا ايه السيرفر. بعد ما عملت انستول للبرنامج، وخد بالك ممكن يسألك عن باسورد معينة، انا لان نزلته قبل كده فانا عندي باسورد قديمة، بكتب هنا بي جي، يقول لي بي جي هنا ادمن فور ديت. ده انا ده الانترفيس اللي استخدمه لعمل اتصال مع الداتابيز بتاعتي. هيظهر لك هنا حاجه اسمها سيرفرز، ثم في سيرفر 12 ده اللي انا هختاره. تمام، لو عندك داتابيز قبل كده هيظهرها لك، واساسا باي ديفولت بيجيب لك واحده اسمها بوست جريز، وده انا عملتها. انا ممكن الغي دي، الغيها اقول له كليك يمين كده في حاجه اسمها دروب، ان انا الغي الداتابيز اساسا. هو باي ديفولت بيجيب لك واحده جاهزه اللي هي اسمها بوست جريز تحت داتابيزز. لو عايز تنشئ واحده جديده تعلم على ديت وتقول له هنا ايه اوبجكت كرييت، قول له هنشئ داتابيز هسميها مثلا تي، واجي اقول له سيف. كده عمل داتابيز اسمها تي، التي دي اللي موجوده قدامك ادي التي. يبدا هو حاليا يعمل كونكشن ويتصل عليه. انت حاليا واقف على التي صح؟ لو ضغطت على تولز في حاجة اسمها كويري تول، كويري تول انت هيجي لك شاشة ال SQL، وهنا كاتب لك تي سلاش بوستج، انت حاليا متصل على التي. اما اجي اقول له هنا مثلا كرييت كرييت اي جدول تيبل اسمه اكس في عمود اي دي نوع انتجر، لو ضغطت على الزر ده اللي بينفذ لك او بيعمل لك اكسكيوت، قال لك تم انشاء الجدول. الجدول ظهر تحت تي في حاجة اسمها سكيما، ثم في سكيما في حاجة اسمها تيبلز، في تيبل هنا بيظهر لك الجدول كامل. فإذا لازم أدخل على بي جي أدمن. أدخل منين؟ إنك تروح في المربع بتاع السيرش بتاع الويندوز، تكتب له بي جي، تختار فيرجن 4. بس في الأساس لما بتنزل ده كله نيكست، ولكن لما يجي يسألك عن الباسورد حط باسورد مثلا، خليني أقول لك 1 2 3، عشان بعدين لما يجي يسألك، ما انت لما تيجي تعمل كونكشن او اتصال هيجي يسألك عن الباسورد. تمام، لما تيجي تتصل هيجي يسألك عن الباسورد بعد كده اللي هي هنا. اول ما بضغط هنا زي كده مثلا، مثلا عايز افتح سيرفر قديم عندي قبل كده، لو علمت عليه بيقول لي دخل الباسورد، هي نفس الفكرة بس اول مرة بس. لو ضغطت هنا، لان انا عامل كونكشن قبل كده صح، انا عامل كونكشن قبل كده، فخلاص ما هوش هيسأل عليه. يعني انت لو حتى لو انا هنا قلت له ديسكونكت للسيرفر، انا هفصله اول ما بشغل عندك اكس صح، تقوم ضغط عليها مرتين يقول لك دخل الباسورد، تقول له 1 2 3 واعمل لها حفظ، خلاص بدا يتصل زي ما انت شايف، بيحصل ريفرش وبيجيب لك قواعد البيانات اللي موجود عنده. ده احد السيرفرز اللي ممكن اشتغل عليها في ماده الداتابيس. ان شاء الله يكون واضح، بالتوفيق للجميع.